السلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبكم الفيديو فسجلوا لنا إعجابا واشتراكا في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، نبهت نشرية خاصة حول الطقس ليوم الاثنين من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات شرقية وداخلية سهبية، ووضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بنشاط رعدي يميز ليلة الاثنين الولايات الشرقية الساحلية منها والداخلية. هذه الولايات المعنية هي ولاية جيجل، ولاية سكيكدا، ولاية عنابة، ولاية الطارف، ولاية ميلا، ولاية سوكهراس، ولاية قسنطينة، ولاية بسة، ولاية أم البواقي، وولاية قالمة. إذن هذا التنبيه بالمستوى الأصفر وهي أمطار رعدية، وعليه ننبه المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب السفر ليلا إلا يعني كما يقولوا لحاجة ماسة جدا. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وما تنسوناش بلايك إعجاب واشتراك، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كما نعلم الإخوة الكرام أن البحر مضطرب على طول الشريط الساحلي للوطن اليوم الاثنين، يعني الحراقة راح تعليكم، اللي يحرق يروح. عليه الانتباه، وحسب التنبيه الذي وصل سيصل علو أمواج البحر إلى 3 أمتار بداية منتصف النهار إلى صباح يوم الثلاثاء. بارك الله فيكم.